أعزائي المشاهدين، رحلتنا اليوم شيقة ولأصحاب القلوب القوية. رحلتنا اليوم مش لأصحاب القلوب الضعيفة خالص. اليوم بنتسلق وبنغامر، بس قلت لكم معنا صديقنا محمود اللي بيكون معي في هذه الحلقة. محمود هلا وسهلا ومرحبا فيك. محمود كلمني قليلا عن رحلتنا اللي اليوم بنسويها. رحلتنا اليوم بتكون إلى مكان غريب وأكثر دهشة في سقطرة. حلو. يقول لك إذا زرت سقطرة ولم تزور كهف حوق فأنت لم تزور سقطرة. يا أخي ليش تقول للمشاهدين؟ عاملينهم تشويق. ما نجيش نقول لهم فين بنروح. مش مشكلة، في مفاجآت كثيرة، وزي ما قلت لك كهف حوق من أفضل الأماكن في سقطرة وأكثر خرابة ودهشة في سقطرة والشرق الأوسط. هنا بيكون آخر موقف للسيارات، بكون نمشي سير على الأقدام، المسافة كده ساعة وساعة ونص، لأنكم نروح إلى أفضل مكان في سقطرة اللي هو كهف حوق. ساعة ونص متأكد؟ متأكد إنه ساعة ونص، لكن يحتاج إلى إنك تكون عضل وكده شوي، لأن المكان يحتاج له قوة. أنا سمعت وقريت على هذا الشيء إنه يحتاج قوة، يحتاج بس ساعة ونص. طلوع ساعة ونص لفوق. مشيش حرق عليكم اللي بتشوفوه، بتروحوش بعيد، أنا ضامن لكم المتعة في هذه الرحلة أو في هذه الحلقة، خلوكم معنا. أعزائي المشاهدين، بدأت الآن رحلتنا. هنا البداية، هنا نقطة الانطلاق، الكهف هناك. طبعا الآن الساعة 9:30، بنشوف الوقت اللي بنستغرقه في طلوع الجبل. طبعاً أعزائي المشاهدين، زي ما أنتم شايفين الطريق إلى كهف حوق كله يعني طريق وعر، وبنفس الوقت أشجار. زي ما تشوفون هنا شجرة التريمو المنتشرة في كل مكان، في كل شارع في سقطرة موجودة شجرة التريمو. وهذه الشجرة إيش ما يا سعيد؟ سبرة. هذه الشجرة اللي يأخذوا منها المادة اللي تعالج الجروح.
للوصول إلى الكهف يتطلب الصعود مشياً على الأقدام عبر طريق ملتوي غير واضح للعيان، وهو ما يفرض الاستعانة بدليل من أبناء المنطقة والمضي خلفه على طول الرحلة الشيقة. الآن احنا في الطريق إلى الكهف، معانا هنا الدليل السياحي. يا دليل، كم باقي تقريباً؟ ايوه بلا هبالة، قل لك باقي ساعة. يا طيب ما فيش اختصار، ما فيش تلفريك، ما فيش تلفريك، والله تعبنا والله. يا اخي ليش ما تسووش هنا تلفريك؟ السلطات المحلية تلفريك، سهلوا على السياح، سهلوا اللي على اللي زينا. هذا هو اللي انا اتمناه، اني انسى التعب هذا كله لما بدخل الكهف. طبعا الطريق وعر جدا، شوفوا الطريق. أعزائي المشاهدين، زي ما انتم شايفين بعد مش تقريبا ربع ساعة بدأت تظهر ملامح الكهف. انتم شايفين، يعني انا اشوف انه نكنسل الرحلة يا مخرج، نكنسل الرحلة. والله تعبنا في اول ربع ساعة بس علشان خاطر عيونكم، بنصمد وبنطلع وبنرويكم الكهف حوق، وبنشيل لكم في احسن رحلة بتشوفوها او افضل تقضي او افضل تغطية شفتوها عن كهف حوق. خلوكم معنا. برغم وعورة الطريق والشمس الحارقة، إلا أن الأشجار المختلفة التي تحف الممشى وإطلالة المكان على المحيط الأزرق يضفي على الرحلة بعض المتعة ويهون المشقة والتعب. طبعاً الطريق وعرة بس في نفس الوقت ممتعة، أشجار على يمينك على يسارك، بس الشمس قليل تعبك، بس الجو ممتع بشكل عام. تعيش جو السفاري وجو الرحلات هذه اللي يعني احنا مش عايشينها. فتعالوا معنا، خلوكم معنا ولا تروحوش بعيد. أنا متأكد أنكم مستمتعين معنا في هذه الحلقة زي ما احنا مستمتعين. تعالوا معنا. زي ما تشوف الجو يعني مختلف بين شمس وبرود، يربشك الجو يسوي لك ايرور في راسك. وكمان بنفس الوقت تنوع التضاريس اللي هنا ما فهمت ليش، يعني جبل وشجر ومي ونهر في نفس الوقت، كيف مش داري؟ هذه هي سقطراء جزيرة الاحلام. أنا طلبت وقت مستقطع راحة ضروري.
تقريبا الان مشي لنا 40 دقيقه انا مت. ما شاء الله السقطريين لياقه فل، ما يتعبوش ما شاء الله تبارك الله، انهم والفين. هم احنا ابناء المدينه مش والفين على صعود الجبال ولا والفين على هذه السفاري. نوقف قليل ناخذ وقت راحه وبعدين نستكمل رحلتنا، باقي تقريبا نص ساعه 40 دقيقه. أعزائي المشاهدين، أنا بدأت أنتهي وعدنا في بداية المشوار. إن شاء الله إني أقدر أطلع إن شاء الله بإذن الله. تعالوا معي، تعالوا حسوا بالمعاناة اللي أنا قاعد أحسها الآن. في الرحلات الراجلة الطويلة قد تكون بحاجة للحديث مع مجموعة وعدم الانشغال بحساب الوقت والمسافة المتبقية للوصول. وقد كان من الجيد أننا تحدثنا كثيراً مع الدليل في الرحلة، حيث بيّن لنا أن إرشاد السواح والزوار إلى الكهف عملية منظمة يحكمها قانون عرفي مثير للإعجاب. طبعاً إحنا نمشي ندردش مع الأخ الدليل السياحي حسين. يا حسين، كلمني أكثر عن الكهف، كيف تطلعوا وكيف تنزلوا؟ الكهف في بطلع ونزلة عقب، ونحن نمشي على السوش ونمشي ونجلس نضيح ومن ثم نمشي على قال هكذا حق المرشدين للسياح على شوي شوي يمشوا ويطلعوا من الطلعه والنزله والمشي كذا وكذا من الاشجار. طيب السياح كيف يسوي السياح؟ السياح يمشوا والشباب يجلسوا بهم شويه 10 دقائق 15 دقيقه ويمشي على قليل قليل ويجلس لحتى يوصلوا الى الكهف. يا حسين، انا سمعت انت اول شيء كم سنوات لك تشتغل في هذا المجال؟ ثلاث سنوات. انا سمعت واحنا ندردش يعني اتفاق انا اعزائي المشاهدين ان في هنا قبيله هي مسؤوله عن كهف حوق وهي مسؤوله عن المرشدين السياحيين، هذا الكلام صحيح او لا؟ صحيح، اصحاب القبيله. نعم. كيف ترتبوا الشغل بينكم؟ نرتب كل بيت تاخذ سيد من السياح. بالمثل وكاله يجيب ثلاث سيارات او اربع سيارات، ياخذ لهم مرشد واحد، وإذا يشتغل ضعف كثير منهم يمكن يزيدوا لهم ضعف مرشد ثاني قوره ويمشوا له إلى الكهف، وبعدين بكرة تأخذ بيت الثاني. كل يوم بيت؟ كل يوم بيت، كل سيد بيت. طيب حلو، كل سيد بيت. طيب كيف تشوي مع الأجانب؟ في لغة إنجليزي ولا المترجم؟ في معهم مترجم. معهم مترجم. حلو جدا. We'll be right back.
شوف لنا جبل كله طلوع، طلعنا في طلوع وفي نزول وفي ذا، احنا الان في الطريق بس اللي يودينا الى الكهف، الجبل اللي فيه بالكهف. فتعالنا على الشقة بالله. طبعاً الطاقم كل نهار، أنا ما زلت صامد وطالع. خلاص تعبت والله، يا ما نروحنا أحسن، طريق موت موت. زي ما تشوف الكهف ورانا، والله الى الان استغرق المشي حقنا 3 ساعات بالضبط، وهم قالوا لنا 1.5 ساعة مشي. تعب، ارهاق، تكسر، زين ايش اقول، بس يعني انا متوقعش اني وصلت لهذا المكان. المي كمل، قالوا لنا كل واحد يشرب دبه مي، هذه 14 اللي يشربها، وعدنا ما وصلت. فالله يعيننا على النزول. الان بنشيل لكم معنا الكهف، ان شاء الله تستمتعوا معنا وتستمتعوا في الحلقه. دعواتكم لنا، لان هذا اللي احنا نقوم فيه بجهاد من اجلكم. الصعود الى الكهف استغرق الكثير من الوقت، حتى أنه استنفذ الزمن الفعلي للحلقة، وبحكم أن الوصول إلى هذا المدخل الباعث على الرهبة هو البداية الحقيقية للرحلة، سيكون عليكم الانتظار إلى حلقة يوم الغد لتأخذوا جولة حية إلى أبعد نقطة في كهف حوق المريع. انطباع أولي، المكان بارد، برود، وشعور جميل، يعني نسيك التعب. صح أني ما زلت تعبان، بس بنستكشف الكهف، كهف حوق اللي سمعت عنه الكثير من روايات الأساطير، ويقولوا عالم ثاني. تعالوا معي، خلونا نشوف المتعة، ونشوف فين المتعة في الموضوع، ونعرفكم أكثر عن كهف حوق.